طيب، دي كانت محافظة بورسعيد في أرقام وتواريخ، لكن مش كل حاجة بتتكتب، في بيبقى في بعد نفسي كده ووجداني. من المحافظات القليلة قوي يعني طبعا خط القناة كله لما نذكر محافظة بورسعيد وأهل بورسعيد يتبادل للذهن طبعا السمسمية والمقاومة والنضال والشرف. محافظة للأسف لفترات طويلة كان أهل بورسعيد حاسين إنهم مغضوب عليهم. بعد طبعا تفتكروا حضراتكم موضوع المنطقة الحرة والغائها وكل الكلام اللي أثير قبل كده، لكن المسألة دي الحمد لله اختلفت تماما وبقت محافظة بورسعيد وغيرها من محافظات القناة هيكون ليها النصيب الأكبر، وده هيعود بالنفع بشكل أو بآخر على مصر كلها من مشروعات التنمية والشغل اللي بيحصل هناك على الأرض، سواء فيما يتعلق بتنمية قناة السويس والمحاور والأنفاق أو كمان قصة التأمين الصحي وهذا القانون اللي كان حلم وخرج للنور، فتم اختيار بورسعيد كأولى المحافظات اللي بيتم تطبيق فيها التجربة لأن ليها أسباب كتيرة طبعا، البنية التحتية، المستشفيات، وفي شغل كمان عمله ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة، المسؤول طبعا عن هذه المحافظة الجميلة سيادة اللواء عادل الغضبان اللي مشرفنا النهاردة محافظ بورسعيد. بنرحب بحضرتك معنا سيادة المحافظ. أهلا وسهلا سيادة المحافظ. هل الشعور اللي أنا بقوله ده واصل لأهالينا في بورسعيد إن هم حاسين إنه إن شاء الله الخير جاي والوضع اختلف؟ هو في البدايه طبعا بشكر حضراتكم انكم اتحتوا الفرصه ان اقول ايه هي بورسعيد دلوقتي. بورسعيد اولا محافظه من المحافظات الحضاريه في مصر، تعداد سكانها لا يتعدى 750 الف نسمه، مساحتها لا تتعدى 1435 كيلومتر مربع، شعبها شعب جميل مختلط بثقافة البحر المتوسط جنوب المتوسط، اتربينا في وسط الثقافة الفرنسية والثقافة الطليانية والثقافة العربية والثقافة الإجريجية. محافظة بورسعيد تتميز بتراث معماري فريد، تراث فريد من التراث الإنجليزي والتراث الفرنسي والتراث العربي. عشان كده محافظة بورسعيد وأهلي في محافظة بورسعيد شعب جميل قوي، طيب، يعشق الوطنية. حضرتك من بورسعيد؟ اه ولا بس هو ده الكلام، الكلام ده اصلا هو مش بيقول معلومات، لا لا هو فرحان جواه بالفخر كده. حضرتك من بورسعيد بس والله اختيار موفق. هقول لحضرتك ليه، لان احنا كنا تاريخيا ما اعرفش ليه كان يقول لك ايه ده، ما بيردوش، ما تجيبش محافظ سوهاج من سوهاج ولا تجيب محافظ من طب اخوانا، ما يعني ابن بلده يبقى قلبه عليها بالاضافه للجانب الوظيفي، يعني بيبقى فاهم الجينات بتاعت البلد نفسها. ايوه صحيح، ويعرف ومعايش مشاكلها، المشاكل ايه وبيعرف ازاي يحل المشاكل. بالاضافه ان يعني حضرتك انا حلفت اليمين 26/12/2015، نزلت الصبح الساعه 7 الا ربع الشارع، عارف انا رايح فين، عارف المشاكل اللي انا رايحها، عارف سواء مشاكل تعليم، مشاكل صحه، مشاكل اسكان، الدنيا كلها مقريه. طب سياده المحافظ، لو انا قلت لحضرتك يوم ما توليت نعتبر ده خط فاصل بين محافظه بورسعيد يعني فيرجن 1.0 ودلوقتي فيرجن 2.0 بورسعيد ما قبل حضرتك وبعد حضرتك، ايه اهم الحاجات اللي حضرتك تقول يعني انا سعيد بحضرتك يعني كمحافظ بان انا كنت موجود واني اسهمت بدور في انجاز ما يلي؟ هو يكفيني فخر ان احنا في نهايه نوفمبر 2015 كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود في شرق بورسعيد وكان بيدشن مشروعات تنميه المحور. وكان تحت شعار حلم بكره. طيب بعد سنتين احنا النهارده دلوقتي في اوائل 2018، كنا قبل كده في نوفمبر 2015، يعني سنتين تقريبا. كانت المنصه اللي كان سياده الرئيس قاعد فيها عشان بيدشن هذه المشروعات دلوقتي بقت اكبر ميناء محوري في الشرق الاوسط. اكبر ميناء محوري في الشرق الاوسط وطول ارصفه 5.5 كيلو. احنا شفناها وهي لسه ارض، النهارده شفنا الميناء بتتشكل ودلوقتي الارصفه بتتجهز في اقل من سنتين. يكفينا فخر ان انا في التوقيت اللي زي ده وبعد سنتين شفت حلم اللي بيقول الارض سهل الطينه اللي في بورسعيد كان بيقول قلب العالم. والارض ديت كانت صعبه قوي، وكنا وانا في القوات المسلحه كنت مشارك مع سياده اللي هو كامل وزير. حضرتك يا فندم معلش حضرتك، ايه اخر منصب طولته في القوات المسلحه؟ كنت مساعد قائد للجيش الثاني الميداني. الجيش الثاني الميداني، تمام. كنت مع سياده اللي هو كامل وزير واحنا بننزل اول لودر عشان سياده اللي هو كان اخذ تكليف من سياده الرئيس ان هو يجهز مشروع شرق بورسعيد.
اول لودر نزل في شهر الطينه نزل الارض خلته بقينا نشده بالمغارات كان ريبان متحركه. تخيل بقى يا فندم بقى ان دلوقتي بيتبنى اكبر منطقه حره صناعيه على مساحه 40 مليون متر مربع. المصريين غيروا التربه دي. اقول ايه الفرق اللي حصل؟ بقى خليه يتنحل. المصريين بيشتغلوا 48 ساعه في ال 24 ساعه في شرق القناه. طب الادهى من كده بيبقى موجوده اكبر منطقه لوجستيه على مساحه 30 مليون متر مربع. طيب الادهى من كده كان في التوقيت ده في اواخر نوفمبر كان سيادة الرئيس بيكلف اللي هو كامل الوزير والدوله ان احنا عايزين نشتري ماكينات الحفر العملاقه اللي بتحفر قناه السويس الانفاق قناه السويس. احنا من شهرين كنا مصر كلها كانت بتحتفل بعبور الماكينات العملاقه من الشرق للغرب محاور الخير محاور التنميه. اول مره مصر بسيناء ارتبطوا بطريق اربع انفاق. طب ثانيه واحده ست الاساس مع حضرتك في نقطه عايزين عشان احنا عشناها. احنا عشنا لما في الثمانينات لما عملنا الجانب الياباني عمل النفق الشهيد احمد حمدي وكنا فرحانين كان نفق واحد واتعمل في اكثر من اربع سنين في اقل من 18 شهر اتعملت اربع انفاق عملاقه تربط سيناء بمصر الام. يعني معنى كده اللي يسرع من رفح هيوصل السلوم في اقل من 8 ساعات ما شاء الله. طب انا بس انا اصل حضرتك قلت لقطه كده اعتقد ان احنا محتاجين نحط عليها الضوء شويه. حضرتك عايز تقول انه المكنه اسمها اللي بتحفر انفاق الانفاق دي عدت خلاص وصلت الناحيه الثانيه يعني ضوء الشمس دخل خلاص. ايوه يا فندم ده احنا سياده الرئيس كان من في اسماعيليه من شهرين وكنا بنحتفل باخر عبور للمكنه في محافظه بورسعيد للمكنه الرابعه من شهر بالاضافه ان دي بقى الحاجه اللي تسعد الواحد قوي ان احنا شفنا اول مره طريق درجه اولى باربع حارات يربط ما بين ميناء شرق بورسعيد لو ميناء المحوري بشرم الشيخ براس محمد. كل تم في اقل من 18 شهر. انا سعيد ان شفت هذا الانجاز وهذا الخير اللي موجود عندنا. بالاضافه ان كان انا كمواطن بورسعيدي مش كمحافظ كان حلمنا ان احنا نربط مدينه بورسعيد بمدينه بورفؤاد بدل المعديات. بدل المعديات يبقى في محور ثاني. الحلم ده اتحقق في اقل من 6 شهور اللي هو كوبري النصر اللي سيادة الرئيس كان مشرفنا بورسعيد في عيد القومي لبورسعيد وافتتحه. ايوه اتعمل في اقل من 6 شهور بواسطه هيئة قناة السويس وأوامر وتوجيه من سيادة الرئيس واتعمل في أقل من 6 شهور. كل ده كان أرجع تاني كان في أواخر نوفمبر كان تحت شعار حلم بكرة. حلم بكرة أخباره إيه؟ بيتحقق قدام أرض الواقع في أقل من 18 شهر. فأنا بقى سعيد جدا. إحنا النهارده لما بنقول إن الرئيس كان إمبارح بيطلق مبادرة وتم الاستجابة ليها بشكل مباشر من صندوق تحيا مصر إن إحنا عايزين نعمر وننمي سينا. الأنفاق اللي حضرتك بتتكلم عنها واللي بيحصل في بورسعيد والشرايين اللي هتضخ الحياة في سينا دي برضو بشكل أو بآخر مردودها على أهالينا في بورسعيد ومنطقة القناة. لأنه سيادة المحافظ حضرتك أدرى مني أنه كان في شك لك البطالة وفرص العمل والكلام ده. المشهد في بورسعيد وخلية النحل والعمل والإنتاج يعني الأجواء وده انعكس إزاي على فرص التنمية والشغل؟ هو وضع طبيعي يا فندم أن الوضع تغير في بورسعيد لكن فرص العمل احنا كدولة بنشجع الاستثمار وبننشئ مش مصنع بننشئ كيانات اقتصادية عملاقة سواء في شرق بورسعيد ولا في بورسعيد نفسها. عندنا بورسعيد اربع مناطق صناعية. لك ان تتخيل من هذا المنهج سيادة الرئيس حط كده منهج قدامنا كده احنا ما عندناش وقت نضيعه وما عندناش رفاهية الوقت واحنا محتاجين 72 ساعة في 24 ساعة عشان نشتغل عشان نلحق نمكن الشباب ويستلموا الدورة على ذكر الشباب والشغل والمصانع احنا بنتابع برضو بعض الصور على الشاشه من محافظه عشان كده احنا عندنا بورسعيد يا فندم كان عندنا مشكله ان احنا عندنا اكتر من 25 الف عامل بيجوا من محافظات ياكل طلعه شمس الصبح بيجوا من محافظات المجاوره عشان يشتغلوا في مناطق الاستثمار عندنا بورسعيد. ايه المكان ده؟ المكان اللي فات ده كان حديقه سعد ده جنينه سعد كان تم تطويرها سعد اللي هو مين سعد زغلول؟ سعد زغلول
فال 25,000 عامل دول يا فندم كانوا كل طلعه شمس دول دلوقتي حاليا دلوقتي الحمد لله العماله في بورسعيد بدا المواطن البورسعيدي والطالب البورسعيدي يشتغل في المصانع ودلوقتي في اقل من سنتين شغلنا اكثر من 4000 عامل في محافظه بورسعيد. فرص عمل متاحه بالاضافه ان احنا انشانا 6 مصانع استراتيجيه في اقل من سنتين. افتتحنا لسه يعني ايه مصانع استراتيجيه؟ يعني ايه مصانع استراتيجيه؟ عندنا مصنع زي مصنع زيت الطعام. مصنع استراتيجي. مصنع زي اطار الكاوتش السيارات. الطعام ده احنا بنقول مشكله احنا بنستورد الزيت ولكن احنا ما بنصنعش. ان شاء الله يا فندم في 25/4 المصنع ده اتعمل في اقل من 18 شهر. 25/4 ان شاء الله المصنع ده هيفتتح في بورسعيد. اتنفذ واتعمل في اقل من 18 شهر. بالاضافه ان في مصنع اواني الطعام اللي كنا مستوردها من الصين ومن كوريا دلوقتي بقى في مصنع مصري كوري صيني مشترك موجود في بورسعيد وانتج لسه افتتحناه في العيد القومي لمحافظه بورسعيد. تمام. مصنع الاطار كاوتش السيارات التريلات واللوادر باستثمارات اكتر من 2 مليار جنيه اتعمل في بورسعيد واقل من 18 شهر وان شاء الله بنهايه السنه دي ان شاء الله هنفتتح. بمعنى كده ايه؟ ان احنا بنشتغل بنفس النظريه بنسهل المستثمرين احنا معهم قدامهم عشان خاطر احنا ما عندناش عندنا وقت كل ده عشان نوفر فرص عمل لاولادنا وندخل تكنولوجيا جديده في مجال الصناعه لمحافظه بورسعيد. تخيل يا استاذ معتز ان احنا بورسعيد اللي هي المدينه الحره اللي هي كانت مدينه استهلاكيه 42% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزه من بورسعيد. صادرات مصر؟ صادرات مصر كويس قوي. من الملابس الجاهزه يعني مطلون الجنس اللي هو اللويز واللوفايس للماركات العالميه بتنتج في بورسعيد وبتصدر للسوق الاوروبيه المشتركه وامريكا. احنا الحمد لله في صدد ان احنا نوقع عقد ان احنا نعمل مصنع لنسيج قماش مطلون الجنس اللي هو هيبقى بورسعيد ان شاء الله في الايام القليله القادمه هنعمل عقود لهذا المصنع. تمام. حساس حضرتك نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هيكون اول سؤال لينا عن دور المحافظه في الحرب على الإرهاب في سيناء. احنا متأخرين حضراتكم خط المواجهة الأول بعد ساحة المعركة أكيد ده بي بي يعني بيحط عليكم أعباء كمان. وكمان عايز أسأل حاجة تانية هو معنى أن حضراتكم بتعملوا المشروعات الضخمة ده هي سواء ميناء أو كل فكرة محور التنمية بتاع قناة السويس كله طبعا بدءا من الشمال في بورسعيد هل ده معناه أنه خدنا فلوس حطيناها في المشروعات دي وكان المفروض او كان المواطن سواء في بورسعيد او في غيرها ممكن يكون فاكر انها تنفق على نعمل له صرف صحي ونعمل له ميه ولا اخره. فعايز اقول المعادله دي ماشيه ازاي. فاكرين حضراتكم البي بي سي اللي طلعت فيه ام بنت اسمها زبيده وقالت ان بنتها مختفيه قسريا من ابريل 2017 وعملوا فيلم كبير قوي وقالت ان في ضباط مقنعين ومسلحين قبضوا عليها واتكلموا في التقرير عن تعذيب البنت في السجن والتحرش بيها. وعايز اقول لحضراتكم يعني كانوا بيحاولوا يعملوا فضيحه عالميه وانا ساعتها قلت انا حاسس انه في مش حاسس عن يعني اللي انا شايفه دي حمله ممنهجه لتشويه هذه البلد لانه يعني اللي يتعمل ده يتعمل مثلا في دوله تكون مثلا قتلت لها بتاع 3 مليون مثلا هجرت الروهينجا بتوع من بورما وديتهم بنجلاديش. يعني اللي بيتعمل علينا الكامبينز او الحملات الاعلاميه السلبيه اللي بتشوه صوره مصر مش منطقيه. النهارده زميلنا واخونا العزيز عمرو اديب هيعمل لقاء مهم جدا 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 هنشوف البنت ونتعرف على هي كانت فين وايه مصيرها بالضبط وايه حكايه انه البنت ده هي كانت مختطفه ومختفيه قسريا. يعني في الاسف انا عايز اقول لحضراتكم ثقوا في نفسنا وثقوا في بلدنا لانه هؤلاء الناس يعني نواياهم للاسف ما هياش شريفه بالمره. فاصل ورجع نكمل لقائنا مع سياده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. طب
بس عايزين نفكر حضراتكم مره تانية بان في تقرير كانت عملته البي بي سي وطلعت فيه بنت ام بنت اسمها زبيده، وقالت انه البنت دي كانت مختفيه قسريا من ابريل 2017، وقالت ان في ضباط مقنعين ومسلحين وقبضوا عليها واتصلوا بيها في التليفون وهددوها، والبنت اتعذبت وتحرش بيها وطلعتنا فضايح. النهارده الاستاذ عمرو اديب على اون اي هيكون معاه لقاء مع اختنا وبنتنا ديت، نعرف بقى ايه قصتها وايه حكايتها وايه البي بي سي بتقول الكلام ده ليه وعلى اساس ايه، يعني كشف كده لبعض الحقائق فيما يتعلق بملف معيب الحقيقه انه صحافه دوليه بتسيء لينا بطريقه ممنهجه، واحنا يعني مش غلابه بس احنا يعني بنرد على قد الشتايم، لكن واضح ان احنا لازم نعمل شويه حاجات اكتر من كده. فحضراتكم ارجوكم تابعوا الكلام ده مع الاستاذ عمرو اديب على اون اي بعد شويه. الحقيقه يا سياده المحافظ، قبل ما نرجع لبورسعيد واللي بيحصل فيها بصفتك العسكريه وحتى الوضع السياسي بيخلي كل مواطن فينا يعني بمصريته بحرصه على بلده بيتابع وبيشوف اللي بيحصل، ويمكن معتز قبل الفاصل كان بيقول اللي بيحصل في الجبهه وبورسعيد ووطنيه وحميه اهل بورسعيد، يعني بتشوف حاجات زي كده واللي بتحصل في البلد ودورنا والتعامل معاها بتقيمه ازاي؟ هو احنا الحمد لله بقى في وعي وادراك جامد قوي مع النسبه للمصريين. هو اهل الشر نسوا حاجه غريبه قوي، ان احنا المصريين جيناتنا جينات مفيش حد في الدنيا يقدر علينا، احنا جينات فرعونيه قبطيه اسلاميه عربيه، الجين ده بقى نسيج، النسيج ده صعب قوي ان حد يفهمه، عشان كده كل المؤامرات وكل يعني المحاولات بتيجي عند مصر وبتبدا بالفشل. احنا الفترة اللي فاتت لو احنا استرجعنا الذاكرة من قبل 2014 وعملنا جدول بسيط، جدول مقارنة، نقول 2014 فيما قبل و 2014 فيما بعد، ابسط حاجة نقولها للناس اللي هم موجودين في مدينة الانتاج الاعلامي. انت حضرتك كنت بتعرف تدخل لا كان كنت شوف الموضوع احنا دلوقتي الاخبار الدنيا، شفنا كباري، شفنا طرق ده قدامنا، شفنا اعمار. الدوله المصريه الوحيده اللي في العالم اللي احنا دلوقتي حاليا بنحارب ارهاب على جمال الجبهات الاستراتيجيه عندنا، وبنبني وبنعمر بلدنا. ايه العظمه دي؟ طيب احنا عايزين وعي لاولادنا؟ لا، اولادنا شغالين كويس قوي، بس احنا بنفكر بعض بدليل ان لسه من الاسبوع اللي فات كان في الاغنيه الجميله بتاعت ابطال الصعقه. اللي كل المصريين ايوه شوف أبطال، فخر ابطال بيحاربوا وبيرفعوا معنوياتنا. صح. فاقل حاجه ان احنا نعملها لجيشنا العظيم. اغنيه قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ اقل حاجه نعملها لجيشنا العظيم، انا اعطيت قرار اول امبارح ان النشيد ده يتذاع في المدارس لمده اسبوع. بورسعيد بتعيش في حاله من الساعه 7 وربع لغايه الساعه 8، تمشي في اي شارع في بورسعيد تسمع المدارس ولادنا اطفال وشباب بيغنوا، عملت حاله غير طبيعيه، شجعتني النهارده ان ناخد قرار، وشفنا النهارده ان احنا عايزين ندعم جيشنا العظيم اللي بيحارب. معلش تاني، القرار هيكون في مدارس بورسعيد الابتدائي والاعدادي والثانوي لمده اسبوع. لمده اسبوع، يعني ده مثلا في طابور الصبح. طابور الصبح بيتردد اثناء طابور الصبح ثم بعد كده تحيه العلم. طب ممكن نسمع جزء منه كده مع حضراتكم؟ تنقل روح الجبهه لاولادنا والانتماء عند الشباب كمان، ويعرفوا ان الناس دي بتموت عشان انت تكمل دروسك وتتفرج على الكوره. مصر في حاله حرب، احنا بنحارب ارهاب. شفنا سياده الرئيس امبارح عطى نموذج راح الجبهه.
مركز عمليات. ده احنا مصر في حاله حرب في 67 يا فندم. احنا حضرنا القصه ديت، حضرنا في 73 نشوه الفرح ونشوه النصر حضرناها. عشان كده احنا النهارده اعطيت قرار النهارده ان اطفالنا ومدارسنا روح تبرع للمجهود الحربي لدعم مصر، لدعم الجيش المصري. الطالب حتى لو اتبرع بجنيه هيبقى في انتماء، روح الانتماء. بورسعيد الفتره ديت في حاله تعرف سياده المحافظ معنويه جدا. لو انا دلوقتي على الجبهه وعرفت ان حضراتكم بتعملوا كده، انا بشكل تلقائي روح المعنويه تختفي. ولو كنت يعني مطلوب مني ان انا ابذل مجهود 50 وحده، هبذل مجهود 500 وحده، لان انا عارف ان في ناس بتقدرني ومعترفه بان انا يعني انا شايف انها لمحه انسانيه وعسكريه كمان، يعني حضرتك كضابط جيش تحسها. بتهيألي الطالب ده يا فندم عمره ما هينسى، الطالب اللي بيغني ده عمره ما ينسى النشيد ده، ان هو ساهم حتى لو بصوته. صح. والطالب اللي نزل النهارده وينزل بكره وينزل بعده عشان يساهم دعم المجهود الحربي، دعم مصر، وده عمره ما ينسى الجنيه اللي دفعه عشان بياخد بيه تيكت للبنك. عمره ما ينسى الكلام ده عشان احنا عشناها واحنا اطفال. احنا الحاجه الثانيه ودي اهم من كده، عشان احنا بنعمر، فالاتجاه كله رايح للاعمار، ومع ذلك احنا بنحارب. بنحارب ارهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجيه. هي دي عظمه المصريين، ودي عظمه الدوله المصريه اللي احنا فيها. صحيح. طيب عايز اخد حضرتك لمنطقه ثانيه، وبس استكمالا برضو نفس الفكره، ان احنا بنعمر، بنتعامل مع مشاكلنا والبلد تقف على رجليها. قانون التامين الصحي والتجربه في بورسعيد، وفهمنا وعرفنا ان وزير الصحه يعني موجود وبيتابع وبيشوف تطوير المستشفيات وكمان الطواقم الطبيه اللي هتتعامل، يعني ايه اللي حصل، ايه الجديد في الملف ده يا سياده المحافظ؟ احنا جيل الستينات، انا جيلي الستينات، من يوم ما اتولدت لغايه يعني من قبلها بشهرين كنت بسمع ان احنا منظومه التامين الصحي، وبنسمعها في الدول الغربيه في المانيا وانجلترا وحتى في امريكا. نفسنا تطبق عندنا منظومه التامين الصحي. فاحنا الحمد لله ان ربنا اعطانا عمر ان احنا نعيش نشوف الحلم ده بيتحقق. وانا مسؤول بقى، انا مش مصدق ان احنا بنجهز محافظه بورسعيد باكثر من 10 مليار جنيه. 10 مليار جنيه. بنأهل وبنجهز. ده معلش، هي دي من ميزانيه المحافظه ولا وزاره الصحه؟ لا مش الدوله، ده فندم، ده 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 دي دوله. لكن يا فندم لا، دي دوله. ما انا بقول دوله مصريه كبير قوي. لا دي يعني محافظه واحده في مجال واحد 10 مليار جنيه، مبلغ كبير. عشان بنجهز 8 مستشفيات، 4 جنرال، 4 عام، مستشفى ابو فؤاد العام، مستشفى بورسعيد العام، مستشفى الزهور، المستشفى المبرع. ده هيبقى خاص بعلاج جميع الـ 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 الامراض او بجميع التخصصات، هي جميع التخصصات بالاضافه 4 مستشفيات تخصصيه. مستشفى الرمد، مستشفى النساء والولاده والاطفال، مستشفى الاورام للاطفال اللي هي النصر، مستشفى الاورام للكبار اللي هي التضامن. ده بالاضافه ل 40 وحده صحيه. اللي هي كل واحده مسؤوله عن علاج تقريبا 5000 اسره، يعني تقريبا 20000 مواطن. بحيث ان الوحده الصحيه مع المستشفى مربوطه اليا، وكل طبيب اسره في الوحده الصحيه مسؤول عن اسره، كيان اسره. عن البرنامج العلاجي للاسره كامله، هو اللي بيحيل من الوحده الصحيه لحتى المستشفى العام. ده بالاضافه ان الوحده الصحيه دي هتبقى مفتوحه من 8 الصبح حتى 8 بالليل. مين هيستفاد من هذه المنظومه يا فندم؟ اللي هي الاكثر احتياجا، اللي اقل دخلا، الموظف اللي شغال، العامل اللي شغال في مصنع، هم دول هنحس بيهم. يعني عايزين دي بشره كبيره قوي لاهالي بورسعيد انه ان شاء الله خير كبير قوي يجي يعني في مجالات مختلفه، بس منها القطاع الصحي تحديدا. انا بقول لحضرتك النهارده يمكن الزياره رقم 6 لمعالي وزير الصحه في اقل من 8 شهور، اقل في اقل من 3 شهور. رقم 6. طب ده ممتاز. احنا انا كدوري كمحليات كمحافظه ان انا بحصر وبنجيب الاسماء بتاع اهالينا في محافظه بورسعيد عشان احنا هنامن الـ الـ الافراد او المواطنين على الوحده الصحيه، اقرب وحده صحيه ليها. بس الشغل الحقيقي امتى ونقول ان احنا بدانا؟ لا يعني انه يتطبق فعلا. دلوقتي 1/7 ان شاء الله، وده ديدلاين 1/7/2018 بدء تطبيق منظومه التامين الصحي. يعني احنا في شهر 2 اهو، احنا في اخر يعني في اخر 2، يعني قدامنا 4 شهور. طب بصوا حضرتك ايه بورسعيد لما تسعد بقى، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حقل ظهر، ماذا نقول عن حقل ظهر؟ حقل المحافظه الاقرب اليه. انا بقول لحضرتك ده ربنا سبحانه وتعالى كافئ المصريين ان نفجر له نبيع الخير في بورسعيد.
عشان احنا تعبنا وبنتعب ولسه نشتغل واحنا لينا احنا كجيل فخورين ان احنا بنعمل تاريخ. صح. حفرنا قناة سويس جديدة. عمرنا بلادنا، بنبني مصانعنا، بنحارب الارهاب، بنحارب الارهاب، بنجيها من مغامرة، بقى لنا تاريخ يا فندم نقول لاحفادنا ونقول لاولادنا. صح. عشان كده ربنا كافئ المصريين كلهم فجر لهم يا عباد الخير في حقل ظهر من بورسعيد على بعد 200 كيلو من شط بورسعيد. وشهادة الرئيس كان مشرفنا لسه من ثلاث اسابيع وكان بيفتتح. معنى كده ايه؟ معنى تخيل يا فندم حقل ظهر كل يوم بيضخ في الشبكه القوميه للغاز الطبيعي لمصر 350 مليون متر مكعب من غاز الطبيعي للشبكه القوميه عند مصر اللي كنا عاده بنستورده. تخيل يا فندم ده انا عشت ده واقع وانا مسؤول. كان الدوله المصريه خصصت الارض في شهر 3 2016 عشان لحقل ظهر، عشان لبتروبيل. بتروبيل عشان تستقبل الغاز من طب تخيل احنا دلوقتي الارض اللي كانت متخصصه بقت محطات كبيره عملاقه، سيادة الرئيس فتحها، استقبلنا الغاز الطبيعي من اعماق البحر اكبر من 6 يعني احنا بقينا اسرع من الزمن عشان كده. والله صحيح احنا بقينا بنيجي يعني احنا يعني انا فاكر لما كنا بنتكلم عن حقل ظهر ده يعني انا حاسس ان هو مذاكر امبارح. احنا واحنا فن احنا انا تقريبا احنا في عصر الاعجازات يعني. قناة السويس لما اتحفر في سنة صح. لما حقل ظهر يتعمل في اقل من 18 شهر. لما شرق بورسعيد يتعمل في اقل من 18 شهر. مجموعة الانفاق العملاقة 4 انفاق مش نفق واحد. صح. بيتعمل في اقل من 18 شهر. ونص. الخير فكده فعلا يعني نبيع الخير بدأت تظهر عندنا. ان شاء الله الخير كله للاجيال الجاية. كله الاجيال الجاية. نعم. طب حضراتكم يعني مدخل مهم لسينا وان شاء الله ان شاء الله ما بعد العمليه الشامله 2018 لا سينا دي هتبقى قصه ثانيه خالص. ده هتبقى يعني باذن الله تعالى لوحدها كده كانها هتبقى ميزانيه بحكومه خاصه بيها بقناه السويس يعني بشرق قناه السويس. بورسعيد لازم تكون المستقبل الاول للفوائد صح؟ هو بورسعيد اول خير خدته ان هي كقطيره الماء لمصر المشروعات العملاقه تتم بورسعيد. أيوة. ده بالاضافه مدينه بورسعيد الجديده اللي سياده الرئيس امر بانشائها من سنتين دلوقتي الحمد لله الدنيا بدات تطلع. مدينه بورسعيد الجديده اللي في سينا تبعد عن ميناء اكبر ميناء محوري تبعد عنها ب 35 كيلو. تبعد عن المنطقه الحره الصناعيه تقريبا 15 كيلو. تبعد عن مجموعه الانفاق 25 كيلو. يعني شويه كده اهالي بورسعيد يقول لك ايه لو لم اكن بورسعيديه لتمنيت ان اكون بورسعيديه. هو بص معتز سياده المحافظ طبعا الكلام الاجابه الحمد لله وفي شغل وفي انجازات وفي حاجات صوره تفرح في بورسعيد، لكن خلينا نقول بورسعيد يعني زيها زي اي محافظه في طبعًا. بلدنا عندنا من المشاكل والهموم اليوميه طبعًا. وحاجات ليها علاقه بال حاجات كده محفوظة نظافة عشوائيات إشغالات مش صرف صحي مية الكلام ده كل الكهرباء أقول شوية الحمد لله الوضع استقر يعني لكن والعشوائيات برضو بورسعيد احنا اعلنا السنه دي بورسعيد خاليه كمحافظه خاليه تمام من عشوائيات. خارج محافظه بورسعيد في عندنا عشوائيتين ان شاء الله قبل شهر اللي هم ايه اللي خارج اللي هي هجوج والاصلاح. خارج دي خارج المحافظه ولا خارج المدينه؟ لا خارج المدينه. مدينه بورسعيد بس في المحافظه. بس في المحافظه خارج يعني هنتعامل معاهم امتى والموضوع يخلص؟ في شهر 4 ان شاء الله. احنا الاسكان اتعمل خلاص بنشطبه بنجهز خارج الصرف الصحي قبل نهايه 4 خارج زمان محافظه بورسعيد. طب والمشاكل بقى الثانيه يعني برضو ازاي تم التعامل معاها؟ انا اقول لحضرتك من اعظم المشاكل الموجوده بورسعيد ودي من التقدير الشخصي اللي هي مشكله الاسكان اللي موجوده بورسعيد. مشكله الاسكان ديت دي والشقق في بورسعيد غاليه قوي عشان المساحه عشان المساحه من الارض محدوده من الناس غير صحراوي. وعشان كده سياده الرئيس امر بانشاء مدينه شرق بورسعيد في تولوزا. مشكله الاسكان دي لما احنا رجعنا من الهجره في السبعينات 74 75 كان تعداد بورسعيد قبل الهجره ما يكملش 150 200 الف مواطن. لما رجعنا من الهجره في اسر اتعد لحالها بالنسبه للشاب اللي اتجوز الشابه اللي اتجوزت من بره وجت زائد ان البلد كانت اثار الحرب 73 و67 كان دوله اتبنت احياء جديده حي زي حي الضواحي وحي الزهور ومع ذلك لسه ثقافه الاسكان موجوده عندنا. تخيل يا فندم احنا معانا دلوقتي وانا بقعد مع حضرتك دلوقتي بنتكلم ان احنا في بورسعيد في 214112 وحده سكنيه راكب فيها عداد كهرباء راكب فيها عداد كهرباء يعني معنى كده انا عندي بورسعيد 214112 وحده سكنيه. لما نضرب الاسره النموذجيه الاربعه
يعني يديني تقريبا 844 ألف مواطن. أنا تعداد سكاني بورسعيد 750 ألف، يعني أنا عندي وحدات سكنية للسه هيتولد. تمام. طيب اسمح لنا عشان أهلينا في بورسعيد عايزين يكلموا حضرتك. معانا أستاذ أحمد، اتفضل أستاذ أحمد. أيوة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا سنة مع السيد المحافظ، بسلم على حضراتكم جميعا. الله يخلي حضرتك، اتفضل. بقول لحضرتك احنا بنتكلم دلوقتي ان بورسعيد دي تعتبر يعني بلد سياحيه. المفروض عايزين نخلي حته الدخله بتاع بورسعيد كويس خالص. يعني عندنا حته حصله اول امبارح 9 افراد ميتين فيها. يا ساتر. بالنسبه للدخله بتاع بورسعيد مدخل بورسعيد بقالها زياده عن 3 سنين بايظه 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 خالص. طريق اسمها بورسعيد، اسمها بورسعيد الامطره، يعني بايظ خالص. انا مع حضرتك استاذ احمد بلبول. حاضر يا استاذ احمد. انا معاك يا استاذ احمد قلبا وقالبا، بس انا حابب افكرك حاجه يا فندم، ان طريق المعاهده تم تطويره بواسطه القوات المسلحه، ودلوقتي لما نطلع من بورسعيد للقاهره في اقل من ساعتين ونص. فعلا؟ انا اخر مره قلت لكم ده احنا لفينا اللي في 2 كيلو و800 متر اللي هو مدخل محافظه بورسعيد. احنا بدانا من 5 شهور ان احنا بنطوره ومنجهزه كمدخل محافظه بورسعيد، والشركات شغاله دلوقتي فيها حاليا دلوقتي، وان شاء الله قبل شهر 4 يتم تطويره. المشكله في المكان ده ايه؟ ان جميع مرافق بورسعيد في المكان ده، فبياخد وقت. احنا بدانا نشغل المرافق اللي هو الميه والكهرباء يعني المقرات بتاعتهم يعني. فبدانا ننقلها، وان شاء الله واحنا عملنا الطريق اليمين لسه الطريق الشمال ان شاء الله قبل شهر 4 يكون الطريق مفتوح. اما بالنسبه للحادثه اللي قالها الاستاذ احمد، الحادثه دي كانت حصلت اول امبارح الفجر بالليل، وكان 9 من عمال كانوا شغالين في ورديه في احد المصانع في بورسعيد وراجعين البيت، وطريق سريع ومفتوح، والسواق اللي كان سايق الله يرحمه كان سايق بسرعه جنونيه وخبط في مقطوره ماشيه. يعني هو ماشي بسرعه عاليه جدا وخبط في مقطوره اصلا ماشي جدا. لكن الطريق معمول على اعلى مستوى كبير. مشكله اهلنا بورسعيد ان احنا لازم ننور الطرق اللي هي الطرق دي، لكن الطرق اللي هي اللي بين الطرق بين المحافظات ما تتنورش. ده معالي وزير النقل بيقول الطرق ديت ما تتنورش، لكن بيتركب فيها اللي هي العواكس الضوئيه والاشارات المروريه والحاجات دي كلها، عشان الطريق ده لسه بيخلص بيجهزوا فيه دلوقتي العواكس الضوئيه والعواكس المروريه الموجوده فيه. طبعا احنا بس نتمنى من الناس كمان اللي بتستخدم الطرق، يعني نراعي انه احنا ما احناش احسن سواقين، وان الطرق بتاعتنا ما هياش احسن طرق. يعني قصدي انا طبعا متفهم ان في اخطاء بتقع على الحكومه في بعض الامور، لكن برضو انت خليك حذر. ما هو انت ما انتش ماشي في المانيا يعني، يعني انت لو ماشي في المانيا بتبقى حذر، هتيجي في مصر والدنيا اسوأ فيما يتعلق بالطرق وهتبقى اقل حذرا. لا يعني برضو ناخد بالنا يعني. سياده المحافظ احنا بنشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك، شرفتنا ونورتنا. بس احنا لينا زياره بقى على الارض في بورسعيد ان شاء الله، علشان الصوره والايجابيه والمشاركه حضرتك يعني شرحتها لنا، مهتمين ان احنا نشوفها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا سياده المحافظ. شكرا لحضرتك. نشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد نشوفكم على كل خير باذن الله تعالى.